أنا ما حكيت معك بالطريقة هيدي، أنت ما عم تحكي كلام منه مزبوط. لا أنا كنت شاكك فيها من شان أصله شاكك إذا كانت ال هيدا إذا كانت ال العلاوي يعني بقى تجي مزبوط ولا لا؟ لا طبعاً مزبوطة، طبعاً مزبوطة. لا 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 مو مزبوطة، ما كنت معك. لا ما تحكي، ما تأنسى عني، ما أنا ما حكيت هيك معي. لا أنا كنت بفتكر مشان قصة الرسالة بدها تزيد. أصل رسالة التعليم، يعني رسالة التعليم حقت النظر، وبنظره هو يعني رسالة كتير مقدسة. لا لا ما بخ... ليه ما بتخليني احكي؟ شو بدك تخلي غيرك تحكي؟ شو يعني ما بدي كاني احكي؟ لا لا ما حلو كبت الحريات. باردون انا بنسحب. ما تاخذينا حضرة الناظر، الحقيقة هو يعني ما عارف يعبر. لا للحقيقة هو كان عارف حاله شو بده يقول، لكن انا بشكرك انت لانك وقفت معي عاطفيا. انت لما قلت لابراهيم انا كنت اقدرها، لكن هلا صرت احترمها واقدرها اكثر لانه بتحب وبتقدر الحب. مين اللي قال لي؟ العصفوره. عصفورة هذا أكيد هو لطيف هالرجال، لسانه أطول من أنطين التلفزيون. عن إذنك حضرة الناظرة، عن إذنكم. نعم النوري. انت قلت لها لحضرة الناظر عن الرسالة؟ ليش عرفتهم؟ نعم عرفت، وقالت لي كل شي حكيناه بالحرف. ايه ما تخزين تكون انت اللي قايلتي لها. انا قايلت لها ولا انت اللي قلت لها يا سرسعك؟ ها طلب الاستاذ الولدة، طلب الاستاذ الولدة، طلب الاستاذ الولدة. فوت على صفقون، فوت على صفقون، معقول اليوم واحد ضربت كف وزودت معاش؟ تعيش وتاكل غيرها بتستاهل. ايه اهم اثارات لبنان؟ مين بيعرف؟ شفيق بريزان. وقف. شو هي اهم اثارات لبنان؟ عدي اصابعك. على عتب علبه، قلعة صيدا، قلعة جبال، وسلاح. سلاح؟ ايه سلاح، سلاح. ما هو سلاح؟ السلاح من اثارات لبنان يا شفيق. ليش السلاح خلى منطقة ما حولها لاثارات؟ بس 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 عشان تزقفوا، اقعد محلك. لا خلص. فيرو. نعم طنط. ما سمعت بيرو. خلص ما غلطنا، سامحين موزيل هند. دخلت؟ اللي بيقعد بالصف وبده يحكي، شو بيعمل؟ مش لازم يوقف؟ بلا لازم يوقف. وليه وقفت؟ ما في يوقف. ليه؟ شو يعني عم نضل وقف وقعد وقف وقعد، عم بتشعك البنطلون، ما فيها تضل تبعت البنطلون على الكوة. طب ليه بتكوي لك اياه بالبيت؟ ايه يا عين قد ما في كهرباء. على سيرة الكهرباء، مين بيعرف مين اللي اخترع الكهرباء؟ كهرباء؟ ايه الكهرباء، تعريف مين اللي اخترع الكهرباء؟ مش انا. شو قلت؟ وحياتك طنط مش انا. غبي، انا مو سيدة بيطلع من امرك شيء. ليش عم بتعيطي يا عصبي؟
لانه بس قالوا مين اللي اخترع الكهرباء بقلي مش انا. حرام تظلمي، بركي مش هو. مش هو؟ انا حلكم مين اللي اخترع الكهرباء. اللي اخترع الكهرباء واحد اسمه اديسون. شو اسمه؟ اديسون. ها ها. ومين اللي قطع الكهرباء؟ مش انا. السيارة عم تعزي بس ما بتضرب. متأسفة على الكف. لا معلش معلش. طب ما انت اللي فورت لي دمي، اتهمتني اني انا اللي قلت مع انه انت اللي قايلها. انا ما قايل له. طب ولا انا ما قلت لها شيء. لك مين اللي قال لك ايه؟ شو بعرفني؟ او لك معقول تكون عم تتجسس علينا؟ لانه قالت لي اللي حكيناه بالحرف. هيدي اكيد مخليه شي طالب من الطلاب يا ابنها. معقول؟ لك ايه معقول، عشو مستغربه؟ اكيد اكيد هيدي امها لما كانت حبلي فيها كانت محمي عشو مسلسل تلفزيون بوليسي نعرض بديك الايام. لقيتي. طيب بعدك زعلان؟ شوفي زعلان زعلان، بس اذا بوصلك على البيت ما بقعد زعلان. رجعنا امبارح خلصتها بعجيبه. يا حبيبتي ما تخافي، وحياتك اليوم طلعت السياره على مسؤوليتك. خلص طلعي وجربي. يا رب. تفضلي. عن اذنك لحتى ما يتوسخ المقعد. الله خليك يا ميلي، اذا وقع على الباب ونحن ماشيين ملي بايدك من احسن. اذا وقع خلصت انت وسيارتك رح تجيبوه لاخرتي. طيب شو بدي اعمل لك انا؟ ليش عم بيصير معي هيك؟ اول مره بحياتي. يمكن صبطها عين. طيب بسكر الباب يفتح صندوق، بسكر صندوق بيفتح الباب. اسمع اسمح لي بكلمه. تفضلي. هلا انا اذا ما طلعت معك بالسياره تزعل؟ بدي ازعل. اذا كان زعل لحالك احسن ما اهلي يزعلوا علي بخاطر. هنود هنود مبسوطه يا ست؟ هاي صاروا مرتين مسوتي لي وجهي معها. هيك اليوم تتأخر بالمدرسة؟ لا بس اليوم ما بعرف ليش تأخرت. الله يبعتك يا بنتي ويبعد عنك الشر والأشرار. أكيد وصلي. حميلي الحمام لأني هلكاني. حاضر ماما. بنتي حبيبتي حبيبتي تقبريني. يا شو اشتقت لي؟ أنا اللي اشتقت لك وأبوك اشتاق لك وكل خليتك وعماتك اشتاقوا لك. كيفهم كلهم؟ كلهم بيسلموا عليك وبوسوكي. تقبريني إن شاء الله. حقتك مغيرة يا بنتي، عم تتعبي؟ هو في شي شغلة بدون تعبك يا أمي؟ هلا خبرينا ايه ساعة وصلتي؟ صار لي شي ساعتين ثلاثة. الحمد لله على السلامة. وان شاء الله ما تعذبتي على الطريق. لا قولي شوفير مشي في عقل من مهله وصلني وبعدين نزل على بيروت. بتعرفي ابوكي بيحتاج كتير للسيارة مشان اشغله. وبيي كيف؟ بعده زعلان منك. معلش بكره بيرضى. لا ابوكي ما رح يرضى الا لترجعي لعماد ابن